مشاهدينا سلام الله عليكم، نشرة الرابعة مساء من قناة ليبيا إلى العناوين. فبراير القادم انطلاق تسجيل المطعوم عبر المنظومة الإلكترونية واللقاح إلى إبريل. الإصابات تفوق 700 والصحة الليبية تنعي أحد أطبائها متأثرا بكورونا. أما لجنة تقييم ومتابعة المؤسسات التعليمية فتعقد اجتماعها الأول برئاسة البركي. قال عضو اللجنة الوطنية الفنية للتطعيمات بطرابلس الدكتور علي المقدمي أن سبب تأخر وصول اللقاح إلى ليبيا رغم دفع مستحقاته هو عدم جاهزيتها لاستقباله، مشيرا إلى ضرورة تكاثف جهود كل القطاعات في البلاد للتمكن من استقبال اللقاح في أقرب وقت. المقدمي وفي تصريح أمس لقناتنا أضاف أن شهر إبريل على أقصى تقدير سيكون اللقاح في الأراضي الليبية. المقابله مع الكوكس فهم جاهزين اي وقت حيكون الطعم جاهز يجيبوه، لكن لو نجيبوه في ليبيا الان ونحطوه في المطار حنرموه في الكنيسه، لان ما فيش العمليه نتاع النقل والامور جاهزه وغيره وغيره، هذه كلها ما هناش. يعني حتى الترمومترات نتاع الحراره حقيقه ناقصه، لكن اليونيسف وبارك الله فيهم اعطونا حوالي 1500 ترمومتر الكتروني اللي يسجل الحراره في الثلاجه لمده يعني شهرين كاملين، سجلها حتى في الكمبيوتر على درجه حراره هل هي مناسبه ولا مش مناسبه. الامور هذه كلها الى حد ما اخرتنا شوي، والامل على الناس اللي تشتغل والمسؤوليه من المسؤولين في تنفيذ هذا البرنامج ان شاء الله. الحقيقه الكلام اللي قالوها لنا على الفيجوال كونفرنس باهي ان حيكون فيرست كوارتر معناها الربع الاول من السنه هذه. الربع الاول ينتهي بمارس باهي، يعني قبل مارس يكون حيوصلنا ان شاء الله. يعني احنا اذا كان اعطيناهم اسبوع اسبوعين باش نكونوا جاهزين حيكون في شهر 4. نعم، فهذا المنظور اللي يشوفني وربي يشاهد علينا وربي يوفقك ان شاء الله. وعن عملية التطعيم قال عضو اللجنة الوطنية الفنية للتطعيمات بطرابلس إن الأطقم الطبية المعنية بإعطاء اللقاح جاهزة ومدربة، وأضاف أنه ابتداء من الأسبوع الأول من شهر فبراير ستنطلق عملية التسجيل لأخذ المطعوم عبر منظومة إلكترونية سيحدد من خلالها الأشخاص الذين سيأخذون اللقاح وبالأسماء المسجلة. ليبيا من الدول الممتازة في تقديم الطعوم، ونحن في منطقة حوض المتوسط كمنظمة الصحة العالمية نعتبر دائما الثالثة أو ممكن حتى الثانية في الطعوم. ليش؟ لأن تطعيماتنا كويسة. ليش؟ لأن عندنا طاقم مدرب للتطعيمات، وعندنا حملات كثيرة عملناها في السنة اللي فاتت، خلال 15 سنة اللي فاتوا، على الحصبة وشراء الأطفال والكبد المباعي والبائي وغيره وغيره. باهي الحقيقة جمعتنا كل المدربين. أنا اللي همنا الطعم يكون موجود ويوزع بطريقة صحيحة ويعطى بطريقة صحيحة وما فيش أي إشكال. يعني حتى المخلفات، كيف تتم المخلفات؟ عندنا لجنة خاصة للمخلفات الطبية. نعم. فالأمور هذه كلها موجودة وما أعتقدش عندنا فيه إشكال. الحقيقة الكلام اللي قالوها لنا على الفيجوال كونفرنس باهي أن حيكون فيرست كوارتر معناها الربع الاول من السنه هذه. الربع الاول ينتهي بمارس، اي يعني قبل مارس يكون حيوصلنا ان شاء الله. يعني احنا اذا كان اعطيناهم اسبوع اسبوعين باش نكونوا جاهزين حيكون في شهر 4. نعم، فهذا المنظور اللي يشوفني وربي يشاهد علينا وربي يوفقك ان شاء الله. عن جديد الوضع الوبائي، سجلت ليبيا خلال ال 24 ساعة الماضية 715 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين جديدة ومخالطة، وذلك وفق ما أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه الأخير الذي أكد فيه تماثل 887 شخصا للشفاء ووفاة 30 آخرين متأثرين بمضاعفات الفيروس.
من جانبه كشف فرع المركز الوطني للأمراض بسبها عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 71 عينة تم فحصها، حيث توزعت الإصابات بين كل من سبها التي سجلت 7 إصابات والشاطي بخمس حالات جديدة ومثلها في وادي عتبة، في حين ظهرت 4 حالات موجبة في بنت بيا وإصابة واحدة في تمنهنت. وفي البيضاء أعلن مركز الرصد الأولي تسجيل 4 إصابات جديدة بالإضافة إلى رصد 13 حالة اشتباه من أصل 99 مترددا على المركز لإجراء الكشف الطبي. ومن جديد تخطف كورونا أحد جنود الجيش الأبيض في ليبيا، حيث نعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية الطبيب حسن الصلابي أحد أطباء الأورام بمركز بنغازي الطبي إثر وفاته أمس متأثرا بالفيروس. تقدمت الوزارة بالتعازي لعائلة الفقيد من خلال استحضار ما قدمه وتقدمه الأطر الطبية والمهنية الصحية من عمل نبيل في سبيل الإنسانية، داعية الأطر الطبية إلى المزيد من الصبر والتجنيد بكل روح وطنية لمواجهة هذا الفيروس. أشارت إلى أن الفقيد كان أحد أبطال فريق الجيش الأبيض ومن الذين قاموا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى الأورام بالقسم في مدينة بنغازي، ومتطوع أيضا لمرضى الأورام في مدينة سرت. تفقد مدير الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة في الحكومة الليبية عبد الوهاب بوشوك أمس عمل صيانة المركز الصحي بشمال الجبة. طلع بوشوك خلال زيارة ميدانية على أعمال تطوير وتوسعة المركز تمهيدا لافتتاحه بهدف تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن وتوطين العلاج. هذا وأجرى مدير إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة عقيلة حويل زيارة تفقدية إلى مصرف الدم المركزي بطبرق. جولة حويل تأتي للتأكيد على حالة الجاهزية الكاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية، تقييم الأداء الوظيفي للعاملين بأقسام المختبرات ومصارف الدم، وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة للعام الجاري. إلى بلدية الجفرة، حيث أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة شحنة مستلزمات طبية هناك متمثلة في كراسي مقعدين عادية وكهربائية وفرش طبية وغيرها، وذلك لتوزيعها في الأيام القليلة القادمة على شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بمدن بلدية الجفرة وفق بيانات ومعلومات خاصة. اليوم نستقبل شحنة لذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين. نحن وشعبة الهلال الأحمر بسوكنة مدعومة من القيادة العامة، نشكر القيادة العامة على هذا الدعم الكبير لهذه الشريحة. اليوم وصلتنا شحنة ذوي الاحتياجات الخاصة لشريحة المعاقين للهلال الأحمر شعبة سوكنة فرحون، وبإذن الله سيتم التنسيق مع جهات مختصة للمساعدة في التوزيع في هذه الأشياء الخاصة بالناس هذه. وصلت كمية لا بأس بها، يعني منها مقاعد كهربائية ومقاعد عادية وعكازات والفراش الهوائي.
أما بمستشفى الوحدة التعليمية درنا تتواصل الدورة التدريبية لأساسات الجودة في المختبرات الطبية للعاملين في المختبرات الطبية بالمستشفى والمستوصفات التابعة للخدمات الصحية درنا ومستشفى عين مارة. يذكر أن هذه الدورة جاءت بالتعاون بين مكتب تنمية الموارد البشرية ومركز تنمية القوى العاملة الطبية فرع درنا، ويحاضر فيها الدكتور سعد الحجاج المحاضر بقسم طب المختبرات بكلية التقنية الطبية فرع درنا. وفي الزنتان افتتح مدير المركز الصحي رفقة رئيس لجنة الصحة ومدير المستشفى التعليمي عيادتين للنساء والولادة وعيادة للأسنان. يشار إلى أنه سيتم افتتاح عيادة لعلاج الليشمانيا خلال الأيام القادمة، كما سيتم تفعيل المركز فيما يخص استقبال لقاح كورونا. طبعا اليوم تم افتتاح بالمركز الصحي الغربي بمكتب الخدمات الصحية الزنتان عيادة الأسنان متكاملة، أيضا عيادة نساء متكاملة تم افتتاحهم اليوم. كل الشكر لمدير مكتب الخدمات الصحية الزنتان السيد عماد الزايدي، وأيضا لمدير المركز الصحي الغربي السيد عبد الله البدوي، وكل العاملين بقطاع الصحة. أيضا نشد على يديهم ونوصي بوزارة الصحة الاهتمام بوحدة الرعاية الصحية ومكتب خدمات الصحية بالبلديات. تم اليوم بفضل الله افتتاح عيادة النساء والولادة وعيادة الأسنان بالمركز الصحي الغربي القواسم، وذلك بفضل ونشكر السيد عمران العمياني على دعمه لنا وكل العاملين بهذا المركز، ونتمنى من وزارة الصحة دعم هذا القطاع، قطاع الرعاية الصحية بمدينة الزنتان، ولنقص الشديد في هذه الإمكانيات وتوفير المواد والمواد التشغيلية. فلهذا نرجو من الوزارة دعمها لنا الدعم الكامل لكي يتم لنا تسيير هذه المرافق بالشكل الصحيح. برئاسة وكيل التربية والتعليم بالحكومة الليبية عبد الرحيم البركي عقد أمس بديوان الوزارة الاجتماع الأول للجنة تقييم ومتابعة المؤسسات التعليمية التعليم الحر. الاجتماع حضره مدير إدارة التعليم وكامل أعضاء اللجنة، وتمت خلاله مناقشة الأوضاع والاحتياجات بهذه المؤسسات. يشار إلى أن لجنة تقييم ومتابعة المؤسسات التعليمية شكلت بقرار وزير التعليم ورقم 14 لعام 2021. وفي صبرات احتضن مدرج كلية الهندسة صباح أمس احتفالية تكريم أوائل شهادة إتمام مرحلتي الإعدادية والثانوية للعام الدراسي الماضي الذي نظمته مراقبة التعليم ببلدية صبرات لتكريم 60 طالبا وطالبة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي تابع. انطلاقا من الاهتمام بالتحصيل الدراسي والجد والتفوق والتشجيع عليه ليكون منهاج عمل، نظمت مراقبة التعليم ببلدية صبرات احتفالية تكريم أوائل شهادتي إتمام مرحلتي الشهادة الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2019-2020 بمدرج كلية الهندسة بجامعة صبرات. شكر إلى مراقبة تعليم صبرات على هذه الاحتفالية الجميلة، وإلى كل عائلتي وأقاربي وأصدقائي على الدعم المتواصل لي. وفي الختام أريد أن أقول لكل طلبة أنه ما زرع الله فيك رغبة الوصول لشيء معين إلا أنه يعلم أنك قادر على ذلك. حضر هذا التكريم مدير إدارة المتابعة بوزارة التعليم ورئيس وعمداء كليات جامعة صبرات ومراقبو التعليم ببلديات صبرات وصرمان والزاوية وأهالي المكرمين، يتقدمهم 60 طالبا وطالبة متفوقين بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقسميه الأدبي والعلمي والمعاهد التقنية. في هذا اليوم أشكر مراقبة التعليم صبرات على هذه اللفتة الجميلة التي تزيدنا شجاعة، وعلى كلية الهندسة على استقبالنا وعلى كل من بذل جهد لتحقيق هذا اليوم الجميل. هذا النجاح كان مجهودا مني ومن والدي ومن كل المعلمين الذين درسوني، أشكرهم وأشكر إدارة المدرسة التي بذلت معنا كل الجهد والعطاء. أن تحتفل بعقول نيرة يعني أنك على طريق النور والمستقبل الأكثر معرفة وتطورا، ففي كل أزمة تمر يقف العالم منتظرا الحل، ليس من سياسي أو اقتصادي أو رجل أعمال، إنما من أصحاب العقول الراجحة، وجائحة كورونا هي المثال الأقرب.
أما بمعهد المهن الشاملة الجامعة عقد اجتماعه لدراسة إمكانية توحيد المناهج التقنية للمعاهد العليا بحضور لجنة توحيد المنهج التقنية العليا ومديري معاهد في المنطقة الثالثة المتمثلة في الجابية وسرت ومناطق الواحات والكفرة. نتابع هذا التقرير. تقييم وتوحيد المناهج التقنية كان محور الاجتماع الذي عقد بمعهد المهن الشاملة بأجدابية بحضور لجنة توحيد المناهج التقنية العليا ومديري المعاهد التقنية العليا في المنطقة الثالثة والمتمثلة في أجدابية وسرت ومناطق الوحدات والكفرة. الاجتماع لم يناقش فقط إمكانية توحيد المناهج التقنية بل تناول أيضاً المختنقات التي تواجه معهد المهن الشاملة أجدابية والمتمثلة بالنقص الحاد في أعضاء هيئة التدريس إلى جانب عدم تطوير الكفاءات المحلية ما يستدعي عقد اجتماعات دورية لتعزيز سبل التواصل مع الجهات المعنية بغية حل تلك المختنقات. تابعين في المعهد العلمي الشامل أجدابية لدراسة كيف نحن ندير إعادة تقييم للمناهج الموجودة، هل هي المناهج موحدة، هل في ملاحظات من مدراء الشؤون العلمية لأن هم اللي مختصين بهذا الأمر وأعضاء تدريسي في نفس التخصص. طبعا احنا في المعاهد العليا نواجه مشاكل كبيرة متراكمة طبعا من سنين قديمة، من أهمها هو القصور أو عدم وجود عدد كافي من أعضاء التدريس. ثاني شيء عدم تطوير الكفاءات المحلية من مهندسين ومدربين داخل المؤسسات. الجدير بالذكر أن العمل على برنامج توحيد المناهج التقنية بدأ منذ سنة 2013 لكنه سرعان ما توقف بسبب الأحداث الأمنية في البلاد، حيث عاد العمل من جديد على تنفيذ هذا البرنامج لاتخاذ الإجراءات التي تدعم التعليم التقني. وفي أخبارنا الأمنية، تواصل مديرية أمن بنغازي حملاتها اليومية للقضاء على ظاهرة تعتيم زجاج السيارات بمختلف الطرق والميادين. حسب المديرية فإن المرحلة القادمة ستباشر خلالها ضبط المخالفين وتنفيذ العقوبة المنصوص عليها قانونا والمتمثلة بحجز المركبة ودفع غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار مع دفع قيمة الحجز، وذلك لإجبار غير الملتزمين على الانصياع للنظم واللوائح القانونية. وفي خبر آخر، اجتمع رئيس مركز شرطة غاريونس العقيد طارق العمامي في مكتبه مع رئيس المجلس المحلي غاريونس وعدد من مديري القرى السياحية بالمنطقة، حيث تمحور الاجتماع حول تخصيص مواقع أمنية بكل قرية أو مصيف لضبط الأمن، إضافة إلى بناء نقاط للشرطة تكون جاهزة قبل فصل الصيف. من جهته طلب رئيس المركز من الحضور تعبئة استبانة تحوي معلومات عن كل قرية سياحية لإنشاء قاعدة بيانات بالخصوص. الرابعة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. الخارجية تبحث آلية عمل المنظمات وحرس المنشآت النفطية يطالبون بالمستحقات.
اهلا بكم من جديد. بحث وزير الخارجيه عبد الهادي الحويش خلال اجتماعه مع اللجنه الوطنيه ورئيس مجلس مفوضيه المجتمع المدني اليه منح اذنات العمل للمنظمات الدوليه غير الحكوميه العامله او الراغبه في العمل في ليبيا بما لا يمس السياده الوطنيه. هذا واكد الاجتماع الذي عقد بديوان الوزاره في بنغازي على ان تكون خطط وبرامج المنظمات الدوليه غير الحكوميه وفقا للاحتياجات الضروريه للبلاد وان تكون لها برامج واضحه ليتم التنسيق والتعاون والشراكة مع المجتمع المدني. اطلع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي على التقرير السنوي لعمل جهاز الحرس البلدي وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الجهاز اللواء توفيق المسماري، كما ناقش الجانبان الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز وسبل حلحلتها. هذا واشاد الزايدي بمجهودات منتسبي جهاز الحرس في حفظ سلامة صحة وبيئة المواطنين في ظل شح الامكانات وصعوبة الظروف. أصدر منتسبو حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الغربية والجنوبية بيانا طلبوا فيه حكومة الوفاق بالالتفات لأوضاعهم المادية الصعبة بعدما تعرضوا لهم من تهميش واستقطاع للعلاوة الحقلية دون أي مبرر أو قرار رسمي رغم التزامهم بأداء واجباتهم بكل تفان. ورغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة وعدم توفر أي إمكانيات ولم يسجل أي خرق أمني أو إقفال أو تخريب وقمنا بعملنا بأكمل وجه ولم نتوانى عن واجباتنا اتجاه عملنا في حماية الحقول والمواقع النفطية عليه نطلب من الجهات المسؤولة الآتي: 1- صرف العلاوة الحقلية وجميع المستحقات المالية من مصاريف ونتريات. 2- صرف أرقام عسكرية للأفراد المنضمين بعقود وتسوية أوضاعهم المالية والترقيات المتأخرة. 3- تفعيل التأمين الصحي لجميع الأفراد منتسبين حرس المنشآت النفطية. بحث مديرو شركة البريغا ومصرف الوحدة خلال اجتماع بمقر شركة البريغا أوجه التعاون الثنائي حيث تم الاتفاق مع إدارة المصرف على تقديم تسهيلات مالية لشركة البريغا لإنشاء مبنى إداري جديد في الأراضي المملوكة للشركة ليتمكن من خلالها المصرف من تقديم خدماته المصرفية لمستخدمي الشركة. أطلقت شركة بريد ليبيا التابعة للهيئة العامة للاتصالات المرحلة الأولى من مشروع العنونة البريدية. يشار إلى أن هذا المشروع الحيوي يسعى للاستدلال بالعنوان الرقمي البريدي كما يتميز بسهولة الوصول إلى المواطنين حيث تم تقسيم حسب المساحات الجغرافية والمباني ثم الوصول إلى عنوان المنزل أو المبنى للاستدلال عليه. مشروع العنوة البريدية من المشاريع المهمة في الدولة للمواطن وجميع القطاعات. انطلق هذا المشروع قبل 10 سنوات ولكن بالظروف التي كانت الدولة تعثر نسبيا، ولكن الحمد لله بجهود المهندسين والموظفين والمجلس إدارة ومدير عام والدعم من هيئة الاتصالات والمعنوتية انطلق إن شاء الله المرحلة الأولى من مشروع العنوة البريدية. مشروع العنوة البريدية هو مشروع حيوي بامتياز، مشروع سيادي للدولة الليبية يسعى لاستدلال على العنوان الرقمي البريدي. تم إطلاق هذا المشروع اليوم بكل فخر عن طريق شركة بريد ليبيا. تم تقسيم مشروع العنوان البريدية لعدة تقسيمات منها المساحات الجغرافية والمباني ومن ثم الوصول إلى العنوان المنزل أو عنوان المبنى اللي يتم الاستدلال عليه. بحثت ملاصقة الحملة الليبية للتشجير رجاء الطاهر خلال اجتماع بمكتب الثقافة بوادي الشاطي آلية تنفيذ حملة التشجير بالمنطقة الجنوب. هذا وأفادت بأن الحملة ستبدأ بالتزامن مع وصول لجنة حملة التشجير بالمنطقة الجنوبية والوفد المصاحب لها وذلك خلال الأيام القليلة القادمة. تم اليوم اجتماع بعدد كبير من المهتمين بالحملة للاهتمام لانطلاق الحملة إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة. الحملة ستنتقل من بدايتها إن شاء الله من وادي الشاطي إلى باقي مناطق الجنوب.
ناقشنا في الحملة اليوم كيف سيتم تنسيق اللجان، كيف يتم الاستقبال، وكيف يتم عملية التشجير وعملية المتابعة للتشجير وعملية الري. كان الحضور زخم والمهتمين كثر، وستنطلق الحملة إن شاء الله قريبا. وهذه جولة سريعة في أسعار العملات. ختام الرابعة إلى العناوين. فبراير القادم انطلاق تسجيل المطعوم عبر المنظومة الإلكترونية واللقاح إلى أبريل. الإصابات تفوق 700 والصحة الليبية تنعي أحد أطبائها متأثرا بكورونا. أما لجنة التقييم ومتابعة المؤسسات التعليمية فتعقد اجتماعها الأول برئاسة البركي. بذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة. لمزيد من التفاصيل يمكن دخول موقعنا libyschannel.com أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.